الثانية صباحاً 11 بتوقيت غرينتش موجز زون إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكدت رئاسة الجمهورية أن مصر سعت من خلال دعوتها لقمة القاهرة للسلام إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية. وشدد بيان من رئاسة الجمهورية على أن مصر تطلعت إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام يتوافق فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وأشار البيان إلى أن المشهد الدولي كشف عبر العقود الماضية عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، واكتفى بطرح حلول مؤقتة لا ترقى لتطلعات شعب عانى منذ أكثر من 80 عاما من الاحتلال ومحاولات طمس الهوية، مضيفا إلى أن الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمات. كذلك أكد البيان الصادر من رئاسة الجمهورية أن الأرواح التي تزهق تحت القصف الجوي تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث. وطلب البيان بضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكافة الحقوق بدءا بالحق في الحياة والمسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه. كما شدد على أن مصر لن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات. أكد الرئيس السيسي أن مصر انخرطت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن تكرار القصف الإسرائيلي للقطاع حال دون ذلك. وشدد الرئيس السيسي على أنه لا يمكن إنهاء أو تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، موضحا أنه في كل الأحوال لا يمكن أن يحدث ذلك على حساب مصر. وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من أن حل القضية الفلسطينية يكون بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولة مستقلة على أرضهم، وليس من خلال تهجيرهم على حساب دول أخرى. كما وجه الرئيس السيسي رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عظم المسؤولية ويرون بأعينهم فداحة الكارثة الإنسانية، ويتألمون في عمق قلوبهم لكل طفل بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات على هامش أعمال قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر، حيث استقبل الرئيس السيسي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، كما استقبل شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة. أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن مبادرة قمة القاهرة للسلام أتت لتؤكد الدور البارز لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات انقسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان. وأعرب ولي عهد الكويت في برقية أرسلها للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من قمة القاهرة إلى الكويت، أعرب عن الامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة جسدت ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة. دخلت أولى قوافل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وعلى متنها مستلزمات طبية وأدوية.
يأتي ذلك بعد أن نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، ودخلت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث كانت الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية. وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة وسائق الشاحنات، وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح. كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لا تزال ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد أكثر من 29 مواطنا في سلسلة غارات جديدة لجيش الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة. وأكدت الوكالة أن 10 مواطنين على الأقل استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فضلا عن استشهاد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته. وأضافت الوكالة أن 8 مواطنين استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق النصيرات وسط غزة. وصلنا إلى ختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، ولكم مني تحية، أنا آية عبد اللطيف.